ثبت في صلاة التسبيح؟ هل ثبت في حديث صحيح وما صفتها؟ هذا يسأل عن صلاة التسبيح، وأقول صلاة التسبيح لا أصل لها، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديثها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باطل. قال رحمه الله: ولم يستحبها أحد من الأئمة. ويذكر أنها أول ما أثرت عن عبد الله بن مبارك رحمه الله، وعبد الله بن مبارك ليس من الصحابة حتى نقول إنما قاله مما لا يدخل الاجتهاد يعتبر مرفوعا. فالصواب أنها ليست بسنة، وأنه لا ينبغي للإنسان فعلها. ثم هي صلاة غريبة يفعلها الإنسان متى؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة في العمر. عبادة على هذا الوجه بعيدا أن تكون من الشريعة الإسلامية. المهم أنها ليست بسنة فلا تفعلها. نعم.